طيب احنا عندنا عايزين نشوف الأسئلة بتاعة ال HBC عن الجدفع من ال HBC. فده كان سؤال عايز يحسب عدد ال elements ال divide by 7 في array given ان انا معايا array size بتاع 150 element وهو فيه ارقام من 1 ل 150 مديني given السطرين دول. ماشي، هتتعمل ازاي؟ اول حاجه بعرف الحاجات الاساسيه عندي السايز والرانك وان شاء الله سيبنا من الحاجات دي، وهنا السطرين دول الاساسيين. بعدين عرفت الاجري اللي انا اللي انا هقسمها المفروض هشتغل عليها، تمام. وبعدين قلت لو الرانك بي ايكوال ايكوال زيرو فساعتها هبدا ان انا اعمل لوب من الزيرو للمية وخمسين واقول ال r of ال i بتساوي ال i plus 1. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا بملى الداتا بتاعتي عادي جدا. بعد كده ال MBI scatter، ال MBI scatter دي ان انا قسمت الداتا بتاعتي. طب ليه قسمتها 18 element 18 element؟ لان انا لو عملت 150 element على 8 من 8 بروسيسور بتوعي هيديني 18 75، فانا هاخد الرقم الصحيح اللي هو 18 وهشوف اتبقى لي كام ما حسبتهمش عشان اعرف اتبقى لي كام. هقول 18 في 8 هيديني 144، يعني انا عندي element من 144 لحد 150 ما اتحسبوش، فهحسبهم في لوب لوحده. ماشي، فهنا حطيت هنا 18 وقسمتهم على 8 بروسيسور، تمام. وبعدين مشيت بلوب من الاي لحد 18، وبعدين اتشكيت هل اللوكال داتا اوف الاي مدرسة السيفن بت ايكوال ايكوال زيرو، ده عشان اعرف هي بتديفايد باي صفر ولا لا. لو كده هزود الكاونتر، وبعد ما اخلص ان انا زودت الكاونتر ببدأ ان انا اعمل ام بي اي ريديوس. ال ام بي اي ريديوس دي بتبدأ ان هي بتجمع الداتا وبتعمل عليها اوبريشن. فانا جمعت الداتا هنا وعملت عليها اوبريشن اللي هي الصم، جمعتها في الجلوبال كاونتر. بعد كده انا كده لسه مخلصتش، انا كده لسه عندي لو الرانك بقى بيكوال زيرو، باقي الداتا من 144 ل 150. فمن 144 ل 150 هحسبها ازاي؟ همشي بلوب من 144 ل 150 وهتشيك على ال arrow of ال i minus 1 mod ال 7 بتيكوال ايكوال زيرو، بعدين هزود ال global counter، بعدين هعمل له cout. يعني نيجي نبص كده هي شغالة ولا لأ. cmd تمام كده شغالة. المفروض عدد ال elements هو 21.